بتذكر لما مات عمي احمد ضربوا 3 رصاصات، وحده باجره وحده بظهره وحده بكتفه، بعدين صار يطلع الدم. في طبيب صديق إلي، طبيب أطفال من عندنا من البلد، كنا موجودين سوا وعمر موجود. قال لي ابنك شقد عمره؟ قلت له عمره 3 سنين. قال لي هذا مو ابن 3 سنين، هذا عمره 2. من وقف الدواء وقفت الأمور، وقف النمو، كان ياخذ فيتامين مجموع الفيتامينات، صار له 2 واقفين عنه، صرنا نعطيه حليب وما اشبه ذلك. بس استعلمونا بحليب يعني ما فينا غير هذا. هذيك ما توصلنا. مين حيصير أطول واحد فيكم؟ أكبر واحد فيكم؟ أنا. أنت بدك تصير طويل؟ كثير؟ طويل وكبير هيك عضلات؟ رح أصير قد الزقف. أوه إن شاء الله. ردة فعل قاسي كثير، إنه يعني بده يعني فترة شيء 4-5 سنين علاج لحد البلوغ، وإذا ظل هيك قدام عيونك ما يكبروا بتحاولي إنك تلبسيهم الغرض 2 سنين على حاله. يعني ما انه عم يصغر عليهم او عم يعني شعور ما بتقدري توصفيه. تعال لبس عمي جودي يلا قول باي لاخواته. يلا يلا يا